الحبيبي ناديها الساعة حبيبة وين روحي ومهجتي لف الحريبة الحبيبي ناديها الساعة حبيبة وين روحي ومهجتي لف الحريبة خلي يحضر قابل تحضرني المنية قابل روحي تروح وتحل المصيبة قابل روحي تروح وتحل المصيبة يحضري بهالموزمة وانا حماي الحما يحضري بهالموزمة ادري الوداع ايش قد صعب وفراق أصعب إذا عند القبور ينهال التراب والموت ما منا مفر الخلق مكتوب بس خوفي بعد فاطمة تنعصر بالباب والموت ما خلق مكتوب بس خوفي بعدي فاطمة تنعصر بالباب راسي خلى يا أبو شد على صدرك على راحة في المشي الله يعودك راسي خلى يا أبو شد على صدرك بعد موتي أدري ما ينحمل صبرك وأدري هالأمة تخالفني وتخاونك ينسيلي بحق فاطمة تحتار بامرك راسي خلى يا أبو شد على صدرك بعد موتي أدري ما ينحمل صبرك وأدري هالأمة تخالفني وتخاونك ينسلب حق فاطمة تحتار بأمرك انت بعد تبتلي من غدرهم يا علي انت بعد تبتلي من غدرهم يا علي شقد عفيت وسلمت عمري الجبار ارحم ولا عندي على هالقوم من ثار باكر يظلموا باكر ظلموا عيلتي وسيلوا دموع من قبل كانوا طلقاء اليوم أحرار
النبي غمضت عينه وجرى دمعه ما من خد علي تحذر لجلاه تزلزلت الأرض وبقت ما جسمه من موتك تغير النبي غمضت عينه وجرى دمعه وهمه من خد علي تحذر لجلاه تزلزلت الأرض وبقت ما جسمه من موتك تغير ظلت أمي الحسن بعدت وين متألمة من غابتك ما أقدر أشكي لحريرة مفزوعة تنظر عين وصوف وجعنا الحجر أبو الحسن من النبوض سكن وده في قلب طعنة هذا الحسن حزين يبكيه والحسين موتك يا جدي ضعنا من فقد زينبه بالحسرة تندبه بعدك شنو وضعنا ما أدخل البشر بس الأثار ذكرى يضل رحمة إلى العوالم والحسن مدده سهده على المغتسل حزنا بقى حزنا بقلب كاتم لف عليه الكفن والحسن صاحب عجل من جرح الله عالم للقبر نزله قلبه خير العمل وصل عزيزة فاطم شمس النبي تغيب وتغيب الحبيب دار برحيل ظلمة طه وابو الحسين بالدنيا فرقدين بعد من يتيمة نسخة من الرسول في رتبة البتول انت يا ابو الأئمة لا مسهل عليك هالوحدة تعتريك ما أصعب الملمة هالوحدة تعتريك ما أصعب الملمة خانوا الوصية قوم البغية هجموا على الدار صبوا حقيدهم صفوا حطابهم وانشبت النار خانوا الوصية قوم البغية هجموا على دار صفوا حقدهم صفوا حطبهم وانشبت النار والعبد دخل بعوان عصر فاطمة الإنسان صارت فاطمة بالباب والجدار ايه تندب ويا ما رحموني ما راعوك وما راعوني بويا والغرس في صدري مسمار خانوا الوصية قوم البغية هجموا على الدار صبوا حقدهم يصفوا حطبهم وانشبت النار ايه بيده الرجس يصفعها تصرخ ما احد يسمعها مصيبة فاطمة بالدنيا ما صار تنادي يا علي أضلاعي خار محسن وني بوجاعي ظلت تنتخي نهض يا كرار خانوا الوصية قوم البغية هجموا على الدار صبوا حقدهم صفوا حطبهم وانشبت النار والعبد دخل بعوانة فاط ايه والعبد دخل بعوانة وعصر وفاطمة الإنسان صارت فاطمة بالباب والجدار تندبوا يا ما رحموني ما راعوك ما راعوني بويا وانغرس في صدري مسمار